لرضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حوار خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف
النهارده عندنا شغل حلو قوي 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 قوي، ومعانا بنات حلوين كلهم جايين لنا مخصوص من اسكندريه، وتحيه كبيره قوي. اول ما اقول اسم الفريق تسقفوا جامد، فريق مركز شباب الحريه. اهلا البنات الحلوه دي، اخباركم ايه؟ كويسين؟ طيب اول شو شفناه مع بعض دلوقتي ليه علاقه برقصه الصامبا والرومبا والسلسا والمرنجي والبرازيل، وانا هعمل لكم اختبار دلوقتي. تعرفي ترقصي سلسا؟ عارفه البيزك ستيب بتاعت السلسا بتاعت المرنجي؟ مين عارف السلسا؟ انت عارفه؟ انت عارف مين؟ مين انت عارفه؟ تعالي يلا وريني السلسا البيزك ستيب بتاعتها ازاي. لا استني بصي هعلمها لك. 3 2 ركزي معايا، بصي كده اهو وبعدين كده اهو كده. يس يلا كلكم معايا. ها ها ايوه ايوه تعالي بقى قدامي كده عشان نعملها ده بالجنب عشان نعملها انا وانت مع بعض. يلا 3 2 1 سقفولها. طيب والمرنج عارفين المرنج؟ المرنج هو اكنهم بيعملوا كده اهو وهم واقفين. يلا مع بعض. ها ها برافو. طيب تعالوا بقى نسالكم شويه، وريني البتاع دي. طب ما بتطبليش جامد ليه؟ عمال اقول لك طبلي، انت خايفه؟ يلا اعمليها يلا اعمليها وريني. ها جامد بعنف، ما تخافيش دي عهده ولا ايه؟ ما تخافيش. يلا جامد. ها ردي عليها بقى، ردي عليها ردي عليها. يلا ردي عليهم انتوا ثلاثة مع بعض. جامد جامد. بصوا انا عايز كده اهو، بصوا انا عايز كده اهو. بصوا بص هتمسكيها وتعملي كده اهو. يلا كله مع بعض بسرعة 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 بسرعة. ها اجمد اجمد. بصي يلا 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 جامد جامد جامد. ها 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 ها. خايفين عليهم عهدة بجد. طب بصوا تعالوا نقول شويه معلومات عن البرازيل، ما دام انتوا كمان لابسين لون العلم بتاعهم. والبرازيل من البلاد الجميله، وهيبقى في بيننا وبينهم تبادل تجاري مهم قوي في الفتره اللي جايه. مين عارف البرازيل في قاره ايه؟ ها قاره ايه؟ امريكا الجنوبيه. برافو. قولوا لي مين يقول لي ثلاث او اربع بلاد في امريكا الجنوبيه؟ برازيل قلنا رقم واحد، رقم اثنين بيرو أرجنتين تشيلي فنزويلا فنزويلا في شمال. ها قولي فنزويلا فنزويلا. ايوه يا حاجه فنزويلا في شمال القاره، عاصمتها كاراكاس، وبعد كده جنوبهم في البرازيل والارجنتين تشيلي وبيرو، وعاصمتها ليما ومشهورة بالبطاطس. تاكلي بطاطس؟ انت منين في اسكندرية؟ سيدي بشر. سيدي بشر يا بختك. وانت منين في اسكندرية؟ محرم بي. محرم بي؟ من منشية. منشية؟ ها منشية برضه. مفيش حد من بحري؟ ها بحري؟ من بحري وبنحبوه على اما بايه؟ نستنوه نساء. ايوه كده. وانت منين؟ انا من 45. 45 منشية. منشية سيوف. سيوف ها منشيه. منشيه عطارين. الله دي فيها محلات تحف تجنن. ها بحري بنحبوه على ايه؟ مبنى ايه؟ عطارين. عطارين اوكي. لسه في محلات التحف ولا ما بقاش في كتير؟ عارفاهم؟ اوكي. وانت منين؟ السيوف. بالسيوف. وحضرتك؟ من لبان. من لبان؟ اوكي. وانت؟ من لبان. من لبان. مفيش حد من المعموره؟ في حد ما سالتوش؟ كله اتسال. طيب انتوا عملتوا الشو حلو قوي، انا بشكركم عليه، وادائكم حلو وشكم كان كمان مبتسم، فانا بحييكم. هتخشوا بقى تغيروا عند اونكل اللي هناك اللي بيشاور لكم ده. يلا اتفضلوا. شكرا ميرسي ميرسي. طيب مره ثانيه بنرحب بفريق مركز شباب الحريه. اول استعراض شفناه حاجه ليها علاقه بالبرازيل، ثاني استعراض عندنا مودرن دانسينج، وحاجه هيغنوها اغنيه لشاكيرا. اتفضلوا سقفوا لهم سقفوا لهم. تعالوا تعالوا اهلا اهلا. تعالوا تعالوا تعالوا. كل واحده عارفه مكانها فين؟ يلا خدوا اماكنكم اتفضلوا. لبسكم حلو قوي.
ها ايه الهدوء اللي انتوا فيه ده والشطاره دي كده؟ انتوا خلاص جاهزين للمزيكا؟ انتوا هتقلدوا شاكيرا؟ هتقفوا فوق الكراسي وترقصوا؟ اه طب حطوا الكراسي كده، حطوها على الارض، اقفوا فوقيها، اعملوا لي الحركه اللي هتعملوها فوق الكرسي. ايه مش هتقفوا فوق الكرسي؟ مفيش وقوف فوق الكراسي؟ هتقفوا؟ طب هتعملوا، هتفضلوا واقفين مش هتعملوا حاجه فوق الكرسي؟ طب اعملوا لي كده عشان اوكي اوعوا تقعوا. فهمت اوكي. طب اقفوا بقى، امسكوا كراسيكم، كل واحده تمسك الكرسي بتاعها. جاهزين؟ تحبوا شاكيرا؟ مشهوره بحركه ايه هي؟ يلا نسمع الاغنيه دي وبعد كده فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. خليكم على اصواتكم. مزيكا like the drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle and we overplay. Like we dance, only today. There's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Like a drum, destiny is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Is it true that you want it?
دي يا بنات اسكندرية، مبسوطين؟ أنا مبسوط. هو أنتوا ما بيجيش معاكم ولاد خالص؟ كلكم بنات؟ الولاد بيتكسفوا يرقصوا صح؟ معقدين. البنات عندنا في مصر أقوى، شاطرين، سقفوا لهم تاني. أنتوا هتغيروا كلكم؟ هتغيروا كلكم صح؟ اتجهوا إلى هناك. يلا برحب مرة تانية بفريق مركز شباب الحرية من الاسكندرية، جاي لنا مخصوص النهاردة في 4 شارع شريف، عاملين شوهات كلها أحلى من بعض. شفنا دلوقتي حلاوة شمسنا، هنشوف دلوقتي استعراض صغيرين هيعملوه حبايبي، ويلا بينا للفنانة الجميلة أستاذة عفاف راضي. اتفضلوا يلا بينا، تعالوا سقفوا لهم عشان يجوا. أهلا، انتوا هتعملوا يلا بينا ولا دقوا الشماسي؟ ها؟ يلا بينا؟ جاهزين؟ وايه اللبس الحلو ده؟ الحمد لله سايبين كنتوا منطلقين، مش مقفزين عليكم. طيب هنسمع ال ها؟ هتفتحوا الشماسي من دلوقتي؟ انت اتفتحت منك؟ انت بس؟ اوكي، انت شمسيتك خضراء وهم كلهم روز شكلهم كده. طب يلا هنشوف الشو ده وبعديها فاصل مزيكا.
الله عليكم الله عليكم يا بنات اسكندريه. طيب بصوا بقى، تعالوا نتكلم شويه معاكم. انا هقعد في النص، تعالوا كلكم وانتوا اقعدوا حواليا، اقعدوا يلا على الارض. تعالوا نقعد كده اعلى مجلس، مجلس شريف مذكور. اقعدوا يا حلوين، كل واحده تمسك بلصها وتقعد. البلاليص دي فاضيه، يلا اقعدوا على الارض، اقعدوا على الارض كل البنات. بس بصوا قدام، بصوا قدام، بصوا قدام. ايوه ايوه خير. هو ليه ما فيش هنا ناس؟ تعالوا اللي لابسين اخضر تعالوا منهم شويه. يلا سوف نتحدث في امور هامه. اقعدوا 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 يا موجبات، انتوا حلوين انتوا. يلا خليكم باصين قدام بقى. انا هسالكم سؤال وتجاوبوا ايه، كل واحده كده تجاوب تقول اللي هي عايزاه. امسك ال انا نسيت اقول لكم، احنا النهارده معانا فريق مركز شباب الحريه. سقفوا نفسكم من اسكندريه. الله شكلكم حلو خالص. شوفوا بقى البتاع ده. بصوا بقى، هسال سؤال وتجاوبوني. تفتكروا يا بنات اسكندريه ايه اهم شغلانه او اهم اكتر حد ما نقدرش ممكن نستغنى عنه خالص؟ مين؟ كل واحده تقول لي عايزاه. ها؟ اهم شغل قولي. السمكة. لا يا بنتي، اهم شغلانة. انت هتشتغلي سمكة ازاي؟ صياد. الصيد قصدك؟ اه الصيد. انت عندك حد صياد؟ لا. طيب غير الصياد مين؟ قولي. المهندس. المهندس ما نقدرش نستغنى عنه؟ اوكي، عشان هيبني لنا بيوت نعيش فيها ومستشفى. الدكتور ما نقدرش نستغنى عنه عشان هيعالجنا لما نعيا. مين كمان؟ ها؟ الشرطة. الايه؟ الشرطة؟ ضابط الشرطة، صحيح، برضه عشان بيحمينا. ومين كمان؟ ضابط الجيش عشان بيحمي بلدنا. ها؟ المدرس عشان بيعلمنا. ها؟ لسه ما وصلتوش اللي انا عايزه. مين؟ الجزار. الجزار؟ اوكي، عشان بيذبح الحاجات اللي بناكلها. ماشي، شغلانة مهمة برضه. ها؟ الإسعاف؟ ها؟ مين كمان؟ في بقى حد؟ بالنسبة لي أنا أهم من كل اللي أنتوا قلتوه. ربنا. لا ربنا حاجة تانية خالص، أنا بنتكلم على الشغلانات. أه ربنا ده فوق الجميع. الممثل؟ لا. ممثل. الحداد. أنا هقول لكم بقى مين اللي ما نقدرش نستغنى عنه وأهم من كل الشغلانات دي، عارفين مين؟ الفلاح. الفلاح لو ما زرعش الأرض الدكتور مش هيعرف يدينا الأدوية، لأن أغلبية الأدوية دي بتتعمل من الحاجات اللي بنزرعها. صح؟ وبرضه الدكتور مش هياكل كويس ومش هيشرب كويس، لأن الفلاح ما زرعش الأرض، فمش هيبقى عنده طاقة إن هو يعمل لنا عملية أو يعالجنا. صح؟ مين قال المهندس؟ المهندس. المهندس علشان يبني بيت أو يبني حاجة لازم يبقى معاه خشب. مين اللي هيزرع الخشب؟ مين اللي هيزرع الشجر اللي بيطلع منه الخشب؟ الفلاح. صح؟ مين قال ايه كمان؟ الدكتور. الدكتور، احنا قلنا الدكتور. فاحنا لو قعدنا نلف 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 هنلاقي ان اغلب كتير قوي من الشغلانات ممكن ما تبقاش موجوده، لكن الفلاح لازم يكون موجود. هو الاساس علشان نعرف ناكل ونشرب، وعلشان يزرع لنا زرع، الزرع ده يطلع لنا اكسجين عشان نعرف نتنفس كويس. صح؟ وعشان يزرع لنا زرع فنقضي على الصحراء على قد ما نقدر عشان التراب والرمله ما تجيش علينا، فيبقى الدنيا كلها زرع. صح؟ فتعالوا بقى نسقف للفلاح والفلاحه تسقيفه كبيره. طب انا بعد ما قلت لكم الكلام ده، مين فيكم يتمنى ان هي تكون فلاحه؟ اوكي، مين كمان؟ وانا هرفع ايدي. انا كمان. انا نفسي ابقى فلاح جدا، يبقى عندي ارض ازرعها واصحى كل يوم بقى واربي بقى طيور ويبقى عندي بقر وحاجات كده. مين تاني؟ اوكي، الكبار مش عايزين. اوكي ماشي. طب انا بس هقول حاجه، لان احنا عندنا شويه عقد. صح؟ احنا معقدين، بالذات الكبار دول البنات كده، عشان هما مش عارفين امتى الفلاح ايه. لان يعني شوفوا، انا برضو مره تانية هقول، لو كل شغلنا يعني المذيع، طب انا لو ما زعتش هيحصل ايه؟ هنموت من الجوع؟ لا. صح؟ لكن لو الفلاح ما زرعش، لا هنموت من الجوع. صح؟ لو الدكتور
ما عالجناش. لا ممكن ما نموتش، لان ممكن الفلاح يزرع زرع معين وحاجات معينه نشربها وناكلها تقوينا وتغذينا فالامراض تروح من عندنا. انت لما بيجي لك كحه بتشربي ايه غير الدواء؟ مش بتشربي مثلا ينسون اعشاب؟ هو مين اللي بيزرعها؟ الفلاح. صح. اوكي، كل الحاجات اللي قلناها دي احنا ممكن نستغنى عنها ما عدا شغل الفلاح. صح. اوكي، اقتنعت ولا لا؟ صح كده. العيش بنعمله من ايه؟ القمح. والقمح مين اللي بيزرعه؟ الفلاح. التورته بنعملها من ايه؟ دقيق. ودقيق مين اللي بيزرعه؟ الفلاح. يجي من القمح للفلاح بيزرعه. صح. لو قعدتوا تلفوا تلفوا كده هتلاقوا كل حاجه في حياتنا الفلاح اللي بيزرع الارض داخل فيها. هو كده، ما فيش مفر. كل حاجة في حياتنا وكل حاجة حوالينا هو، حتى لو قعدنا بصينا كده، يعني انتوا شايفين مثلا هنا عبور المشاه اللي عندي مرسوم عليها ايه؟ ورد. بصوا الأرض كلها ورد، مين اللي بيزرع الورد ده؟ صح. كل حاجة، كل حاجة. الهدوم اللي احنا لابسينها دي معمولة من ايه؟ قطن. مين اللي بيزرعه؟ أو الكتان مين اللي بيزرعه؟ صح كده؟ زهقتوا مني ولا ايه؟ طب بقول لكم هناخد فاصل مع بعضينا، هنقول كلنا مع بعضينا فاصل ونرجع. هنقول مع بعض، اول ما اقول 3 2 1 اول ما اقول 1 هنقول فاصل ونرجع. بس هنقول بقى فاصل ونرجع مع ايه؟ مع فريق مركز شباب الحريه. جاهزين؟ 3 2 1 فاصل ونرجع مع فريق مركز شباب الحريه. سقفوا نفسكم. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف.
بحري مين انت بحري اوفا ايوه بقى طبعا عملتوا الشو ده احلى شو عشان تبع اسكندريه لازم تتحيزوا المدينه تسقفوا نفسكم تاني برافو يا بنات طب انا عايز اسالكم حاجه ارجعوا كلكم ورا كده ارجعوا كلكم اقفوا ورا انتوا دلوقتي ماسكين الملايه اللف صح؟ ايه رايكم بقى لو الملايه اللف دي رجعت مره تانيه بطريقه مودرن تتلبس على الجينز والتيشيرتات وكده وتبقوا حاطينها بقى ويبقى عليها بقى تطريز وعليها رسومات وكده هتبقوا مبسوطين ولا هتقولوا لا دي ملايه لف بقى معقدين وكده طب موافقين؟ طب احنا عايزين الديزاينرز في مصر يعيدوا الحاجات دي مره تانيه يعني الملايه اللف دي زي شال تبقى محطوطه كده مع الهدوم وبتتباع هتبقى شكلها لطيف قوي وتجيبوها من زنقه الستات عارفين زنقه الستات؟ بتروحوا؟ تشتروا حلقان وغوايش؟ هم ليه سموها زنقه الستات؟ زحمه لغايه دلوقتي؟ الناس بقى تقعد انتوا شفتوا مسرحيه ريا وسكينه؟ مش دي كانت في زنقه الستات عند عبعال؟ طيب انا في حاجه بقى ايه نسالها للكبار ما جه لكم كده اما احنا لسه ما قلناش ان احنا بنرحب بفريق مركز شباب الحريه سقف انت عايزه تشتغلي ايه ما تكبري؟ اشتغل ايه؟ لا مش عارفه لسه والله ست بيت شكلك لا لا مش عارفه بقى؟ ايوه والله لسه ما يعني طيب محتاجش حضرتك مش عارفه؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 15 مش عارفه عايزه تشتغلي في ايه مش عارفه عايزه تخشي كليه ايه طيب نفسك تدرسي ايه والله على حسب اللي يجي يعني الواحد مش عايز يحلم عشان ما يكسرش حلمه لا مفيش حاجه اسمها كده ده بؤس اللي انت فيه ده بؤس انت كده شخصيه بائسه نفسي ادخل ابقى دكتوره علاج طبيعي طب اهو يعني في حاجه وحضرتك دكتوره علاج طبيعي برضه لا امال دكتوره ايه دكتوره اسنان اسنان اوكي وحضرتك طب بشري طب بشري تخصص ايه جراحه جراحة وحضرتك والله مش عارفة أي حاجة مش عندك كام سنة؟ 16 طب المفروض يعني عايزة تخش كلية إيه طيب؟ جامعة إيه؟ أي حاجة؟ كلية ألسن ألسن لغات أوكي مش عايزة طب أنهي لغة؟ إسباني أوكي طب وتتخصصي في إيه؟ مش عارفة لسه مش عارفة طب أسنان اسنان يلا علامة آثار علامة آثار الله الشطارة دي عندك حد في البيت بيشتغل في الآثار أو كده؟ أوكي صيدلة صيدلة صيدلانية طب أسنان طب أسنان طب أسنان اشمعنى؟ في أنت عشان هي قالت كده؟ لا ألسن ألسن إيه لغة إيه؟ فرنش فرنش تي بال فرونسي؟ تعرفي فرنسي؟ تعرفي فرنسي؟ أه كيل أج أتو؟ مش عارفة؟ يعني عندك كام سنة؟ عندك كام سنة؟ قولي بالعربي 15 15؟ كامز؟ صح؟ آه. جيك بتقولي جيك كانزون يعني جيك كانزون طب أسنان برضه؟ في إيه؟ هندسة ميكانيكا اشمعنى؟ عشان أنا حابة هندسة ميكانيكا في حد عندكم في البيت بيدرس هندسة ميكانيكا؟ طيب عموما أنتوا مشرفينا ومنوريننا بس ان وسطكم قال طب اسنان وهو مش عايز يخش طب اسنان عشان لقيت زميلتها قالت كده مفيش مثلا واحده فيكم عايزه تبقى فاشن ديزاينر تصميم ازياء موديل تعرفي تعملي موديلنج طيب يلا وريني انا؟ امشي عارفه الكات ووك؟ بتمشي ازاي؟ هي مشيت القطه اللي هي كده اهو يلا امشي كده لغايه الخط اللي هنا تقعد تعالي ايوه شاطر لا ما تتعجوش لا عملتها حلو ايوه ونرجع برافو انت عملتي انت بتمرن عليها اكيد لان انت عملتها صح لا مش اول مره تعمليها في حياتك كده اوكي اسالكم تاني ولا كفايه انت عندك اخوات لا انا الوحيده اوكي ايه اكتر صفه نفسك تغيريها في مامتك وباباكي ايه مش عارفه ممكن مش عارفه بس ماما طيبه قوي بس دي اكتر حاجه يعني دي اكتر حاجه طب وباباكي تاخد عن السؤال طيب ماشي وانت مش عارف اوحش حاجه نفسك تغيريها ما اعرفش يعني اكيد حد عصبي بيزعقه
بيزعقوا لبعض، بيتخانقوا مع بعض. ما فيش؟ ما مش عارف. ها لا انا بحبهم. ما احنا وانا قلت انتوا بتكرههم. اكتر صفه نفسك تغيريها فيهم؟ لا ما فيش. ما فيش؟ طيب اوكي. ها ممكن ان هم مش عارفه بس يعني ما فيش حاجه معينه يعني. عصبيين؟ لا حرام. بخلة؟ لا طبعا. لا مش عايزه اغير حاجه. كل حاجه حلوه. ده انتم منافقين نفاق. لا مفيش حاجه. طب ايه احسن حاجه فيهم؟ ها كل حاجه. لا مفيش حاجه برضو كلهم تمام. مفيش حاجه. اخر مره اتضربتي امتى؟ اتضربت من زمان من فتره. مين اللي ضربك؟ ماما. ليه؟ عشان اتعاركت مع اخويا. اتعاركتي مع اخوك؟ وانت اخر مره ضربتي؟ لا من فتره برضه عشان كان اخويا برضه. مامتك ممكن تعضك مثلا؟ لا 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 مش الدرجه دي. بالشبشب؟ بالحزام؟ بايديها. بالقلم؟ لا مش بالقلم يعني ممكن زغده. زغده اختي ضربتني بسبب اختي. ضربتك بسبب اختك؟ ليه عملتي ايه في اختك؟ ضربتها. ومامتك ضربتك ازاي؟ بالقلم يعني. يا نهار اسود. لا من زمان. ضربتك ازاي؟ عشان كنت بتخانق مع اخويا. يعني خط هما السبب صح؟ لا ما ضربتنيش خالص. لا ما ضربتش. طب المامهات والبابات اللي لسه بيضربوا بقى مش عايزينهم يضربوا بعد كده. انتوا جاهزين للشغل بعد كده؟ بس في حاجه هتعملوها اتفضلوا. اهلا وسهلا. سقفوا لهم سقفوا لهم. البنات الحلوه وانتوا اخباركم ايه؟ مامهاتكم وباباهاتكم كويسين ولا نص نص؟ نص نص؟ قالوا لك نص نص، دولت شاطرين، الكبار هم اللي بيجاملوا. طيب احنا دلوقتي عندنا جينا بقى الوقت مهم جدا. عندنا دلوقتي هنشوف ياسين هيعمل شو تنوره، هو شاطر قوي. فياسين ياسين فينه؟ فين ياسين؟ تعالى سقفوا لياسين. انا قالوا لي عليك ان انت هتدوختي النهارده. اقف بقى في النص نضلم النور وبعد كده نولعه، ايه رايك؟ لا اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ نعمل اجواء كده ساكنه وبعد كده النور يفتح بعد شويه. موافق؟ اطفي النور كده. حلو اوكي. وما تسخن هنروح مولعين النور. يلا جاهزين؟ بس بعديه ما تاخدوش فاصل، بعديه ارجعوا لي. يلا مزيكا.
يا جامد. تعالى 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 تعالى. الشطاره دي انا فخور بيك بجد. انت عندك كام سنه؟ تعالى. عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. ايوه. احكي لي بقى، مين اللي علمك الحاجات دي؟ بابايا. باباك بيشتغل ايه؟ بابايا بيلف تنوره برضه. بجد؟ اه. يا راجل. اه. مين اشطر؟ بصراحه بابا. ليه بقى؟ انا حاسس ان انت اشطر منه. لا، عشان هو كبير وعنده خبره اكتر مني. عنده خبره كام سنه؟ مش فاكر بس كتير. وانت عندك خبره كام سنه؟ 5 سنين. باباك اسمه ايه؟ بابايا اسمه احمد. احمد ايه دلعه؟ اميكو. اميكو ولا اميجو؟ اميكو. اميكو. اه. طب لو عملنا دلوقتي مسابقه بينك وبينه، تفتكر مين اللي هيكسب؟ هو طبعا. لا لا، هو. لا انت. ادخله لك دلوقتي ونشوف. ماشي. تعالى يا اميكو. سلع النضاره، سلع النضاره، عشان انا هبهدلك. كل اللي عملته في الولد هنعمل في افولو. طبعا هو اللي مدرب الولاد والبنات النهارده على اغلبيه. ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت منور. يلا هات التنور ونشوف مين اسرع. انت عايز دي؟ ليه اشمعنى؟ دي ما ينفعش نلعب بيها على ايدينا، دي بنلعب بيها على ايدينا. لا انا عايزك تلبسها. لا دي صغيره عليك. لا جرب. مش مقاسي. طب جرب. دي مقاسك؟ ولا دي انا هلعب بيها على ايدي بس. وهو هيلعب على ايده برضه. ما انا عايز اشوف مين اسرع. طب اديها له وانت سايبه كده ياخد، تاخد الثانيه. لا دي ما ينفعش نلعب بيها على دي. طب انت هو يلف بايده وانت تلف مش بايدك. يلا هاتها هاتها. تفتكروا مين اللي هيكسب؟ الكابتن؟ اه. يلا 1 2. هاتوا لنا المزيكا من نصها كده عشان تبقى فيها حته سريعه. يا عم ما تلبسها دي، مش هتخش فيك يعني؟ مش مقاسي. ما تجرب. طيب لا مش مقاسي عشان تبقوا زي بعض. طب حطها على 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 كده اهو. مقاسي هو مقاسي. طب حطها على راسك زي كده. انا هلعب على ايدي. لا العب بس انا. ده خايف، شفت؟ مش واثق في نفسه. لا هو اللي هيكسب. هو لا بقول اساسا ده مش واثق في نفسه. طب البس ونعمله اهو. ما تكسبش الولد. صعب والله. البس بس. لا صعب. على كتفك بيقول لك. صغير؟ لا لا مش على صغير. اهو هيعمل لنا بقى فيها خبير وكده اهو. اهي هو مكسوف بس محرج. يلا بقول لك ايه، انا عايزك انت اللي تكسب. حاضر. اوكي. يلا مزيكا. الاثنين كذب مش هقدر. الراجل يعني بروفيشنال زياده عن اللزوم. شكرا شكرا. هو كان قال لك ان انا هعمل كده؟ لا اصل انا كنت ايه؟ جدع يا ولا، جدع يا ولا، شاطر ما فتقدش. طب تعالى 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 يا كابتن. يلا تعرف تاخد الفاصل؟ اه. يلا قول فاصل ونرجع مره ثانيه. فاصل ونرجع مره ثانيه. برافو. شكرا يا كابتن. 4 شرع شريك. النهارده شرفونا ونورونا فريق مركز شباب الحريه، وزي ما انتم شايفين مراكز الشباب في مصر عندنا تطورت تطور غير عادي، وخصوصا بصراحه يعني من غير زعل مراكز اسكندريه كلهم عاملين شغل حلو قوي قوي قوي. والنهارده مركز الحريه يعني ابدعوا في الحقيقه وعملوا حاجات كلها مختلفه عن بعض، فانا بحييهم تحيه خاصه جدا. والشغل اللي شفناه ده ورا ناس كتير قوي تعبوا وشقيوا مع البنات الحلوين اللي عندنا، بس عايزين يبقى فيه ولاد بعد كده، ما يبقاش فيه بنات بس، عايزين يبقى فيه بنات واولاد.
يا اولاد اسكندريه ما تبقوش معقدين، انزلوا اشتركوا في الانشطه الثقافيه اللي زي دي، ما تقعدوش تقولوا لا الولاد دي يلعبوا كوره لا العبوا كوره وجنبها اعملوا حاجات ثانيه، زي ما البنات بيلعبوا سباحه وجمباز وبيشتركوا في حاجات زي كده، خلي كمان الولاد يلعبوا كوره وباسكت وتنس وسباحه واشتركوا في انشطه زي كده، الانشطه دي بتنمي الشخصيه وبتخليكوا عندكوا ثقافه وبتتبسطوا فوق كل ده. طيب بقى النهارده نشكر كده القائمين ونبتدي بكابتن احمد السيد. اهلا وسهلا يا كابتن. شرف ونور. اهلا وسهلا بيك. انت ولا ياسين؟ ياسين. لا انت طبعا، ده انت يعني حريف في التنوره زي ما بنقول. اهلا وسهلا بيك. كمان بنشكر الاستاذ لطفي ادم، المفروض كان يبقى معانا بس هو مش معانا النهارده. شكرا ليه. حبيبة فوزي، تعالي يا حبيبة، سقفوا الحبيبة. ايه ده؟ جايب لي هدية؟ ثانك يو ثانك يو. ده مين اللي عاملها؟ البنتين الصغيرين. اوكي الله الله، ميرسي جدا جدا جدا، اشكركم اشكركم. وبنشكر كمان استاذ زياد مجدي، سقفوا لزياد. ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ انت منين في اسكندرية؟ محرم بيه. اهلا وسهلا. وزياد وحبيبه كانوا معاك زمان وكبروا بقى مدربين معاك. 2016 كمان اصغر. في 2016 كنت معايا. في 2016 4 يوليو 2018 كنت معايا. في 4 يوليو. ده حافظ بالتاريخ. منورين. كمان بنشكر استاذ شعبان قرني المشرف العام على اللجان بمركز شباب الحريه. اهلا وسهلا بيك، شرفت ونورت، ميرسي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. اهلا يا فندم، اتفضل. ودكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، بنشكرك دكتورة جيهان. وأستاذة هالة عثمان مدير الأنشطة والبرامج بوزارة الشباب والرياضة، بنشكرك أستاذة هالة. ودكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أهلا بيك يا دكتور، بنشكرك يا دكتورة صفاء. وأستاذ إبراهيم خليفة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرية، شكرا ليك يا أستاذ إبراهيم. وأستاذة دنيا منعم مدير إدارة الطلائع بالإسكندرية، شكرا أستاذة دنيا. مرة تانية بنشكر كل الإدارة وكل القائمين على فريق مركز شباب الحرية بالإسكندرية، شرفتونا ونورتونا، أهلا وسهلا. ممكن تخلي تجيب حكي؟ هاخدها وأنا ماشي، أشكرك. شرفتونا ونورتونا. وخليني كمان أشكر في الحقيقة كل أولياء الأمور اللي بيشجعوا بناتهم إن هم يروحوا المراكز اللي زي كده، مراكز شباب، ويعملوا الشوهات والحاجات اللي زي دي، بتخلي البنات والولاد بدل ما هم قاعدين طول الوقت على التليفونات وعلى اللابتوب وعلى الحاجات دي، بينزلوا بيشوفوا بعض، بيحركوا جسمهم، والحركة بركة زي ما بنقول، بيلبسوا لبس حلو، بيبقى عندهم ثقة بنفسهم أكتر. فبنشجع كل البنات والولاد في كل جميع المحافظات إنهم يروحوا يتوجهوا لمراكز الشباب ويشتركوا في الأنشطة اللي زي كده، أو في المدارس، في النوادي، في كل حاجة. خلوا ولادكم ما تحطهمش في قوالب، خلوا ولادكم يكتشفوا ذاتهم ويعملوا حاجات وأنشطة تكون لذيذة ومختلفة. وبعد ما شكرت أولياء الأمور بشكركم أنتوا بقى يا بنات، شكرا شكرا شكرا، سقفوا نفسكم. ياسين الولد الوحيد، تحية كبيرة قوي ليه، سقفوا له. بشكرك، والمرة الجاية عايزك أشوفك في الشوهات، حتى تبقى أنت الولد الوحيد فيها مش مشكلة، أنت ولد عندك ثقة في نفسك وعارف إنك تعمل حاجة حلوة، فاشترك بعد كده اندمج في الشوهات، أوكي؟ شكرا ليك، اتفضل. بنات أقفوا بقى كلكم، يلا، تعالوا أقفوا هنا في الحتة دي كده. يلا، آخركم هنا، عشان هنشوف شو حلو قوي دلوقتي، عايزكم تبقوا تهيصوا معاهم، القصيرين قدام والطوال ورا. شكرا شكرا، ميرسي ليكم، أهلا وسهلا. طيب، هنختم بقى دلوقتي بأغنية وطنية، وأتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهاردة في 4 شارع شريف مع فريق مركز شباب الحرية. قبل ما نقول شكرا، انتوا هتاخدوا الوقفة بتاعتكم ولا هتخشوا على الأغنية؟ هتاخدوا الوقفة؟ طب يلا تعالوا خدوا الوقفة. هتخشوا على الأغنية؟ هتخشوا على الأغنية. يلا نشوفكم بكرة في نفس ميعادنا، شكرا لكم، باي باي. مزيكا. Thank you.
مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كيرها بلدي بصحيح كتر خيرها بلدي بصحيح كتر خيرها